القوية وعلى بركة الله نتحرك بهذا الشوط الذي يحمل عنوان الجعدان، يحمل عنوان المشاركة، يحمل عنوان البطولات، نعم، والانجازات في هذا الميدان، ميدان الانتصارات والبطولات وميدان التحدي. ما زلنا نستكمل مشوارنا شوط تلو آخر لنعلن أيضا من يتقدم في هذا الشوط. ويفتتح الإذاعة راشد بن سعيد بالغافرية، من يقدم جديد على جديد في الميدان العريق، هو من فرد بالمركز الأول وإن شاء الله يحافظ على هذا الموقع إلى خط النهاية. أما المركز الثاني شاهين علي بن سعيد اللي يأتينا ثانيا، والنقلة التالية أشوف المركز الثالث شعار المقعودي، شعار المقعودي مايد بن محمد بن عتيج المقعودي على ظهر ما يهاب من الجانب، من الجانب الاخر ايضا شاهين عبد الله بن علي بن رشيد ليطلق العنان، ليطلق العنان بالعدة والعتاد مستعجلا. نقول لك اصبر مفتي، نعم هذا هو مفتي الذي قادم، قادم بلا هواده، يبقي موقعه الصحيح ولكن بالغافرية. استعد، استعد يا راشد، استعد يا راشد للمعركة الكبيرة القادمة. ومفتي يتجاوز الجعدان، ينهب المراكز، مركز مركز يتابع طريق الناموس. المركز الثالث مايد بن محمد بن عتيج المقعودي الذي يأتينا على ثالث المراكز، ومن نظراته أشوفه أنه بيكون صاحب الشوط، أشوفه أنه بيكون صاحب الشوط اللي هو مايهاب، نعطيه اسم مايهاب. المركز الرابع حمدان بن محمد بن غدير أيضا يشارك إخوانه النجوم في هذه الجولة. والمركز الخامس أشوف علي بن غدير. هذه النتيجة، هذه النتيجة يا أهل الجعدان. نعم أشوف بن رشيد وأشوف مايهاب يتجاوز على الجعدان، نعم يمر مرور الكرام، ياخذ موقع الصحيح في هذه اللحظات ليهدي هذا الناموس. مايد بن محمد بن عتيج المقعودي، روح يا المقعودي، حرك حرك، لان ما عندنا وقت، ما عندنا وقت، لان بدت الاوامر وبدت السرعه وبدت الاثاره، المعركه بدت من هذه اللحظه ومن شعلها، شعلها المقعودي. يا سلام يا سلام، ضرغام ضرغام، قالوا يا ليتك شفت لي صار قبل النهاية عند 200، يا بالخبر لي قابل ايقار، واللي نزل ما حيده زين تيم حقير عن تيم لبكار، ولا شي يابه من الجعادين الا ضرغام الذي تضرغم وغنى الالحان الجميلة في هذا الشوط. مايد بن محمد بن عتيج المقعودين هنيه، ونسلم عليكم يا اهل الهباب. الثاني عبد الله بن علي بن رشيد المركز الثالث، راهد بن سعيد بالغافرية الرابع، بن غدير محمد، والخامس حمد الرمح اللي هو السيد حمد بن سعيد. 3 دقائق تماما وكمالا في هذا الشوط. نهني مايد بن محمد بن عتيج المقعودي، ونهني سيف بن عتيج المقعودي. سيف جنبي، شو المعلومات اللي تعطينا اياها عن ضرغام؟